مرحبا عمو، شو عم تعملوا هلا هون؟ والله عم نضرب الركاز اللي هون الساعة هون ضرب صواريخ عم نضربها فراغ ضرب ضرب صاروخ فراغ هيك شو صار بدالنا الأرضية عم ننظفها نرجع نقعد فيها لأن ما في دار هنا ليك هي الطيارة وهي الطيارة هلا رجعت الله يستر ما بتروح بس هالملاجئ طب وقت عم بيصير قصف وين عم بتروحوا؟ والله على الملاجئ الدارة بالملاجئ اوقات عم تضرب على الملاجئ شو نسى؟ بعين الدارة بعين الله